طالب سكان البدو الروح ببادية برشباج مختارة السلطات بتزويدهم بالخيم وكذا برعاية صحية لهم ولأبنائهم. نعانوا أكثر بالخيم، الخيم هذه هم اللي عندنا الكارثة الكبيرة، لأن احنا عندنا أولاد يزوجوا أولادنا ونزوجوا بلادنا ونزوجوا نسمى كي نزوجوا ولدنا دروك نسكنوا معها لهنا في الخيمة، حتى نولوا خمس أولاد ست أولاد، والله عندك بنت أنا تزوجها تسكن مع بنتك ومع نسيبك هنا في الخيمة واحدة، لما عندنا بدي مو كيف الديار يمشي هو يتنقل جهه والله كذا والله كذا، احنا ما عندنا ثاني وين نجيبهم هذه الخيم الا من رحم ربي. هذه هي الكارثه الوحيده هي اللي لاقيتنا هنا في الصحراء، وهذه هي المشكله اللي نعانوا منها. كما طالبوا بمعاينه البيطري لحيواناتهم، وخاصه انهم في الفتره الاخيره عرفت ابلهم مرضا غريبا مما ادى الى نفوق الكثير منها. هذا الموسم عانينا عده امراض صابت الابل وادت الى موتها في هذه الصحراء تاعنا، عدة أمراض منها الدود ومنها عدة أمراض. المسؤول الأول للولاية المنتدبة لبرشباج مختار يؤكد أن هناك قوافل صحية للبدو الرحل، وأنه سيتم تنظيم قوافل صحية لفائدتهم مرة أخرى. فيما يخص الصحة على مستوى البدو الرحل، نشير هنا أن سنويا تنظم على الأقل ثلاث قوافل طبية اللي تجيب كل مناطق المقاطعة لتقديم العلاج واللقاحات للمواطنين. أنا على اطلاع بالنسبة للمشاكل أو انشغالات البدو والرحل، خاصة فيما يخص الخيم، المواد الغذائية ما تطرحش مشكلة لحد ساعة، لكن بالنسبة للجانب الطبي والخيم رايح إن شاء الله تكون لها عناية خاصة. وبين تطمينات المسؤول ومطالب البدو الرحل، تبقى هناك عيون تحتاج لرعاية صحية أفضل.